النجمة الهندية كاجول ترفض الالتحاق ببرنامج لاكتشاف المواهب بسبب المغربية نورة فتحي. رفضت النجمة البوليودية كاجول الالتحاق بلجنة تحكيم برنامج جالاك دي كالجا الخاص باكتشاف المواهب في الرقص، وتحفظت عن كشف السبب الحقيقي وراء ذلك. تقارير إعلامية هندية أكدت أن سبب امتناع مشاركة كاجول في نسخة هذه السنة راجع لاقتراح اسم الفنانة الاستعراضية المغربية نورة فتحي للمشاركة كعضو لجنة التحكيم، فبعد علم الأولى بمشاركة الأخيرة اعتذرت عن المشاركة ليتم تعويضها بمواطنتها النجمة مدهوري فيكشت. وسيشارك المنتج الكبير كاران جوهارة في البرنامج كعضو لجنة التحكيم إلى جانب نورة فتحي ومدهور فيكشت. وتتعرض النجمة نورة فتحي منذ انطلاقها في عالم الاستعراض ببوليود لحرب شرسة من قبل منافساتها، كونها تشكل تهديدا كبيرا لهن، خاصة وأنها تحظى بمتابعة كبيرة من الجمهور الهندي ويتابعها أزيد من 40 مليون متابع عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام.